بسم الله الرحمن الرحيم، معانا يا ولاد حلقة مراجعة امتحان شهر فبراير الثالثة، واختبارات قصيرة جدا بتناسب مستوى الامتحانات اللي هتجيلنا بإذن الله في جزء من حصة الرياضيات. أول سؤال بيقول لي اختر الإجابة الصحيحة. يلا يا ولاد، نص ناقص ربع، الله، ده المقامات غير موحدة، يبقى نجهز السفرة. شرطة ناقص شرطة يساوي شرطة. أوكي، الأربعة تقبل على الاتنين، يبقى هنا أربعة أربعة أربعة. الاتنين بقت أربعة اتضربت في اتنين، اضرب دي في اتنين يبقى اتنين، دي شبه دي نزل الواحد، اطرح يتبقى واحد، ده حتى بالأمارة نص جنيه لو اشتلنا ربع جنيه يتبقى ربع جنيه، علشان النص عبارة عن ربعين. اللي بعدها أصغر مقام، أصغر مقام مشترك للكسرين دول، يبقى هنا مش عايزك تجنس، أمال ده بيسأل على المقام بس المشترك. طب نجيبه إزاي؟ نسأل الكبير، هو أنت يا خمسة تقبل على الاتنين؟ قالت لا، فشلت الحالة الأولى. حد فيكم من الأعداد الأولية؟ الاتنين تقول أنا والخمسة تقول أنا، نضربهم في بعض يبقى المقام الجديد 10. آه، ده عايز أصغر مقام يقبل عليهم هما الاتنين. اللي بعده مسألة جمع جميلة، ولكن ده عدد كسري وده عدد صحيح، نعمل إيه يا ليلى؟ نجمع الصحيح مع الصحيح، والكسري ملوش دعوة. 8 زائد 3 11، والخمسين يا مريم تنزل زي ما هي، تبقى الإجابة يا ولاد 11 و50. وأحب الولد اللي يختار زي عبد الستار ويكتب الإجابة كمان في المكان الخالي. اللي بعدها أكمل وسؤال جمع، الله، ده جمع والمقامات مختلفة، يبقى نجهز السفرة. 2 وشرطة، 3 وشرطة، ودي شرطة الإجابة، ونسيب مكان هنا للصحيح. هو أنت 14 تقبلي على السبعة؟ قالت أيوة، يا ما أنت كريم يا رب، يبقى المقام الجديد 14، السبعة بقت 14، يبقى اضرب في 2، دي شبه دي يبقى نسيب الثلاثة. اجمع الصحيح يبقى 5، واجمع البسط يبقى 5، والبسط أصغر من المقام ومفيش عوامل مشتركة. اللي بعده ده يا ولاد عدد كسري، والراجل عايزه في صورة كسر غير حقيقي، طريقته سهلة، هنا في وهنا زائد، الأغنية ده في ده زائد ده، 4 في 7 ب 28، واجمع التلاتة 31، والمقام زي ما هو، بقى صورة كسرية أو كسر غير حقيقي. اللي بعده الولد اللي شاف زائد يتخدع ويقول لك دي جمع، والولد اللي يقرأ صح يلاقي تقدير، يبقى بالقصور المرجعية. اللي جاب 9 من 10 فاضل له درجة ويقفل، يبقى نعتبره واحد مقفول. طب نص التسعة 4.5، طب الواد ده أكتر من نص بحاجة بسيطة، يبقى نعتبره نص، 1 زائد نص تبقى الإجابة 1.5. ونيجي للسؤال المقالي وفي الغالب لفظي، مع خالد الفلوس دي، يبقى دي الفلوس اللي في جيبه صرف منهم مشهم، فكم يكون الباقي؟ هنشطب كلمة كم ونكتب العنوان، الباقي بيساوي مين؟ العدد الأكبر، الفلوس اللي في جيبه 12 و4 تخماس، ناقص الفلوس اللي اتصرفت 6.5. نعمل إيه؟ نجهز المسألة ونجهز السفرة. 12 ودي شرطة، ناقص 6 ودي شرطة، ودي شرطة الإجابة. جميل، يلا يا ولادني نطرح. هي الخمسة تقبل على الاتنين؟ لا، لكن ده أولي وده أولي، يبقى المقام الجديد 10. 10 لمين؟ 10 للكل. الخمسة بقت 10 اتضربت في 2، 4 في 2 ب 8، الاتنين بقت 10 اتضربت في 5، 5 في 1 ب 5، نطرح الصحيح ناقص الصحيح يتبقى 6، والبسط ناقص البسط يتبقى 3. خلصت ولا لسه؟ ايوه خلصت، عشان البسط اصغر من المقام يا مستر. مش بس كده، مفيش عوامل مشتركه بين الثلاثه والعشره، يبقى الاجابه اهي. طب والتمييز ايه؟ جنيه، لاني بتكلم على الفلوس. خلص الاختبار الثالث،
من اختبارات مراجعة شهر فبراير، يا رب يكون بسيط وسهل.